أحمد البطل قد أتى، أهرب يا فتى، أنا هو ملك الأبطال الخارقين الأقوى بالعالم. وأنا هي سوسي ملكة البطلات الخارقات، وأنا هو زعرور ملك الأطفال. لكن يا بابا إحنا ما عنا التاج مثلك، لأنه فقط أنا الملك الحقيقي. إيه شو بتحكي يا أحمد البطل؟ مثل ما انت سامعة يا سوس البطلة. هي طيب ما بصير هذا الكلام يا أحمد، أنا لازم يكون عندي تاج مثلك انت تماما. لا يا سوسي، فقط الملك بلبس فقط هو التاج، الملكة عندي أنا ما بتلبس. لكن انت عندك مقدارك الخاص، وانت بطلة بعيوني يا سوسي، وانت بطلة البطلات. لا أنا بدي تاج، بدي تاج، بدي تاج يا سوسي. أنا ما بدي أزعلك، لا بس يعني فقط الرجال هم الملوك في كوكب أحمد البطل. شو الفرق بين الرجال والفتيات؟ الرجال أقوى بمليون مرة، عندهم بنية جسدية ضخمة وأسطورية. أنا ما بحكي عن العقل، أنا بحكي عن القوة. طيب وإحنا عنا عضلات كتير كتير أفضل من الرجال بمليون مرة. هدوا هدوا يا شباب، شمالكو شمالكو. زعرور روح على غرفتك. ايه يا بابا ليش ليش؟ روح على غرفتك. ايه مع السلامة مع السلامة. سوسي انا اليوم رح افرجيكي انه الرجال افضل من الفتيات. لا انا اللي اليوم رح افرجيك ان الفتيات افضل من الرجال. طيب انا عندي تحدي، انت موافقة انك تدخل فيه؟ نعم انا موافقة، ورح ادرسك ورح افرجيك درس مش رح تنساه طوال حياتك. ماشي اذا هيك، يلا الان رح افرجيكو كيف رح انتقل الى التحدي. هينا وصلنا الى التحدي بين الرجال والفتيات، احمد البطل ضد سوس البطلة. رح افوز عليك، رح افوز عليك يا احمد البطل، ورح افرجيك ان الفتيات افضل من الرجال. طيب الان احنا رح نحدد مين الافضل ومين الاقوى، الفتيات ام الرجال. يلا يلا وين التحدي؟ هينا وصلنا احنا لهذا التحدي، اختاري لون من هذول اللونين. انا الان رح اختار اللون الاصفر. رائع، وانا الان رح اختار اللون الازرق. يلا يا سوس البطلة اذهبي الى المنطقة تبعتك، ويلا خلينا ندخل هون. يلا انا جاهزة. وانا كمان. 1 2 3 مثل هيك. يلا يلا الآن احنا كمان كم من ثانية رح يفتح هذول الليزر ورح ننطلق الى التحدي. اكيد اكيد. هينا اخترنا. 3 2 1 هيا بنا. يلا 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 يلا، معي انا شافل ومكتوب لازم تنزل الى الاسفل. يلا يلا احفر 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 يا احمد البطل. هينا حفرت انا، لازم انك بس هالكبسة عشان افتح البوابة اللي موجودة بالأعلى. أنا اللي رح أفوز. لا أنا اللي رح أفوز. هينا فتحنا إحنا هاي البوابة، خلينا أجي هون. هيني وصلت قبليكي يا ويلي. يلا الآن لازم إني أشيل القطار اللي موجود هون. وبا هاي الأولى، وهي الثانية، وهي الثالثة. رح أفرجيكي إني أنا أقوى منك يا سوس البطلة. في أحلامك في أحلامك يا ويلي. اطلع علي، شوفي انا راح افوز. بوم عليكي. يا سلام يا سلام، انا اللي راح افوز عليك. يلا يلا مثل هيك، هاي طلقة هون ورصاصة هون وسهم هون. يلا على اللي بعده. يا ويلي تفوق علي. الان ايش التحدي؟ الان التحدي الان لازم اني اقلد هاي الصورة في هذا الجدار. الان انا بدي اختار اللون الازرق، اعطوني اللون الازرق.
بلوك بلوكتين ثلاث أربعة. يا سلام، الآن اللون البني، الآن لازم نحط هون واحد اثنان ثلاثة. يلا أنا لازم من الآن أحط مثل هيك ومثل هيك. يلا اليوم رح تشوفوا منظورين رائعين جدا جدا، منظوري أنا أحمد البطل ومنظوري أنا سوس البطلة. يلا يلا، الآن فقط علي أن أحط السماء باللون الأزرق الفاتح. بلوك 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 بلوك، يا سلام أين سويتها؟ وانفتحت البوابة. مين بتتوقع أنه يفوز، أحمد أم سوسي؟ يلا يلا خلينا أنا الآن أنتظرها. هيني سويتها، لا 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 تسويها، لا تسويها يا أحمد. يلا مين اللي فاز؟ لا أنا موجودة عند الخنزير. يا ويلي يا أحمد، أنا أخذت الكأس رقم الأول، أنا الفائز. يا ويلي أنا زعلان كتير كتير. أنا بدي أروح من هذا المكان. وين رايحة يا سوسي؟ ما إلك دخل، ما إلك دخل، أنا اللي فائز. يا سلام. أنا حزينة كتير كتير، أنا هي سوس البطلة، لكن قبل قليل خسرت منه لهذا اللي هو أحمد البطل في التحدي مثل ما شفته. أنا زعلانة لكن أنا بدي أنتقم وبدي أفرج العالم إنه الفتيات أفضل من الرجال. فكري فكري يا سوسي، كيف بدك تفرجي إنه الفتيات يعني أقوى وأروع وأفضل من الرجال؟ كيف كيف؟ أوه خطرت على بالي فكرة، يلا يلا خلينا أروح أنفذها. شفتوا كيف أنا فزت على سوسي البطلة وخليتها تروح عند الطين؟ يا سلام يا سلام، والله إشي رائع. يا أحمد يا أحمد، مشكلة كبيرة. إيه رئيس المراقبين، إيش صاير إيش صاير؟ إشي غريب كتير كتير. تعال شوف تعال شوف يا أحمد البطل. يلا يلا هيني قادم. بابا بابا بابا. إيه زعرور، شو اللي صاير؟ بابا كل الفتيات باللي بموجودات في كوكبك مختفيات يا بابا. ايش اللي بتحكي يا زعرور؟ خلينا انا بدأ اشوف. مومي لونج ليجز مختفية، مومي لونج ليجز. نعم هذا الاشي اللي انا كنت بدي احكي لك اياه. ايه مومي لونج ليجز هيها مختفية وهاربة من كوكبي، خليني انزل واتأكد. كمان زوجة جودزيلا كمان وزوجة الفضائي وكمان زوجة الحوت الازرق. خلينا نجي هون ونشوف. هوني كمان زوجة سوبرمان وكمان زوجة هيرو براين، كل الزوجة زوجات الشريرات اللي موجودات في هذا المكان هاربات من كوكبي. كيفك؟ كل الفتيات اللي موجودات في كوكبك يا أحمد البطل هاربات، رورو البطلة وكمان سوسي الراقصة وكمان هوني زوجة سابوي الشرير وزوجة الرسام والنمرة الشريرة، كلياتهم هاربات. معقول يا أحمد؟ وكمان الإشي الأغرب من هيك إنه الكاميرات اللي موجودات أمام ما ذول السجون كانوا معطلات، ما بعرف كيف. إيش بتحكي؟ لازم إحنا نعرف بسرعة بسرعة، تعال نتأكد بالسجون الثانية. خليني أنا الآن بدي أنزل وبدي أشوف. خليني أجي هون. ساو زوجة جيسون، زوجة الشجر الشرير، وهون المعلم الشريرة، وكمان زوجة المهرج، وزوجة السكيلتون، وزوجة مستر لحمة. يا ويلي زوجتي، ما بعرف كنت نايم لما هربت. شو اللي بتحكوا؟ كينج كون كمان وتشاكي والمعلم كمان، شو هذا؟ خليني اروح اشوف جراني. جراني كمان هاربة وزوجة سكريم، وين راح يكونوا هاربين؟ بابا بابا. وكمان يا احمد تعال فرجيك، تعال فرجيك، سلندرينا هاربة كمان. يا ويلي كلياتهم هربوا، حتى دعسوقة الشريرة، تعالوا معاي، حتى زوجة المهرج
المومياء زعرور يا مراقب تعال معي بسرعة. يلا يلا إني قادم، خلينا نشوف إذا في كوكب أشرار موجود قدام الكوكب تبعي مثل ما كنت متوقع. خلينا نشوف الآن مين سبب هذه المشكلة الكبيرة. الله، خلينا نشوف مين هو قائد هذا الكوكب الآن. ترارارا، سوسي البطلة. نعم أنا سوسي البطلة، اليوم راح أفرجيك إنه الفتيات أقوى من الرجال بمليون مرة. طيب أنت يا مجنونة بتهربي الفتيات الشريرات كمان؟ طيب ليش ما ناديت الطيبات؟ الطيبات ما وافقوني الرأي وحكولي إنه يعني الرجال أقوى من الفتيات بقوة جسد. ماشي كلامهم صحيح، كلامهم صحيح. لا مش صحيح، لسه انت ما شفت اللي بداخل كوكب هذا. الكوكب كوكب الفتيات الشريرات. سوسي بتسوي اشي خاطئ كثير كثير انتي. لا ما بسوي اشي خاطئ، انت ما الك دخل. تعالوا معاي افرجيك كوكبي من الداخل. مرحبا يا فتيات، اهلا وسهلا. يلا يلا، هذا هو الترحيب الرائع كتير كتير. احنا الفتيات الرائعات، زوجة هالك الاحمر، هاي اللعبة الحبار، زوجة سبوي، زوجة هيرو براين، زومبي الماء، سبايدر مان، سكيلتون، المعلم، كريبر، المخترع، ورأس سفارة، والقرش، والمومياء، وسلندرينا، واللبؤة، والزومبي، والنمر، والمراقبة، والسفاحة، وزوجة كينج كونج، والراقصة، وتيفاني، وهي السفاحة، وسلندرينا، وسلندرمان، وسلندر ويمن، وكلياتهم ماشي الشريرة. كلياتهم هدول صديقاتي الجدد، رح عندنا مع بعض. احنا الفتيات رح نكون مع بعض، لكن وين اهم وحدة؟ وين الجد جراني؟ وين وين ويني؟ انا موجودة جد جراني. لا لا هي موجودة موجودة. يا سلام، احنا عينا وبدنا ندمر. احكي لكم مين؟ احمد البطل. بدنا نفرجي انه احنا القويات هون، منجتمع مندمر العالم. انا وجد جراني ومومو وتيفاني والجميع. انا شريرة، مش شريرة يعني، استعنت بالشريرات عشان يساعدونا ان يعني نفرج العالم ان الفتيات اقوى من الرجال بمليون مرة. يا سلام. وي يا سوسي، انت جالسة بتسوي اشي خاطئ كثير كثير، شكلك ما بتعرفيني انا مين بكون. لا بعرفك انت، انت احمد البطل، بطل الابطال، مرعب الاشرار. نعم، واليوم انا رح افرجيكي شو رح اسوي فيكي. يلا وبوم. الان رح افرجيكو انا ايش بقدر اسوي. ايش بتقدر تسوي انت يا احمد يعني؟ احكي لي. لا مش راح احكي لك، خليني انا الان اجي في هذا المكان. يلا يلا خليني افرجيكو شو معاي. انفيس، هاي جرعة الاختفاء بكاكس وابسيديان، وهذا الاشي اللي موجود في ايدي. راح اسوي انا الان بوابة، راح اوديهم على مكان يستمتعوا كلياتهم، وبعدين بيرجعوا من بوابة الاستمتاع ورح يرجعوا الى سجونهم الاغبيات الفتيات. يلا يلا. اوه يا سلام، هين انا ان اختفيت مثل ما انت شايفين وبطلت مبين. خليني اطير. وين احمد؟ يا ويلي غريب. خلص خلص خليني انزل. يلا يلا، واخيرا صديقتي سوسي البطلة هيها وصلت. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا كميتهم، كمية كبيرة جدا جدا مثل ما انت شايفين. خليني أنا الآن بدي أحط بلوكات، بلوك بلوك بلوك. يا سلام يا سلام، مثل هيك، وبعديها أنا لازم إني أطير. يا سلام صديقتي سوسي، وقتاش إحنا بدنا نفوز على أحمد البطل؟ رح نفوز عليه
قريبا قريبا يا صديقتي. في أحلامكو في أحلامكو، الآن أنا رح أفرجيكو شو رح أسوي. هاي مثل هيك مثل هيك ومثل هيك، رح أنا أجي في هذا المكان معي بكاكس قوي، خليني أكسر بلوكة الأوبسيديان اللي حاططها بالشكل الخاطئ مثل هيك و بوم. رائع رائع، بسوي هاي الحركة وين فتحت هاي البوابة. يا ويلي في بوابة هون، تعالوا يا فتيات نروح نشوف ايش بداخلها. يلا يلا يا سلام ادخلوا عليها. يلا يوم كلياتهم رح يدخلوا عليها وانا رح اضحك ورح انظر اليهم هذول الفتيات. يلا يلا خلينا نشوف شو رح يصير فيهم. واو اين دخلنا احنا؟ على هذه البوابة، وشكلنا وصلنا على مكان كتير حلو. ايه والله شكله هون في سباق سيارات للفتيات. نعم تعالوا تعالوا نشوف. يا سلام والله اشياء كتير كتير حلوة، خليني انا بدي اختار هاي السيارة. وانا كمان بدي اختار سيارة حلوة. يلا يلا وانا رح اختار هاي السيارة. والله اشي كتير كتير حلو، وبعديها احنا رح نكيف كتير كتير، اشي رائع صحيح. نعم نعم. وبدنا نختار احنا هذا الماب الاسطوري الرائع كتير كتير. يلا خلينا الان احنا نروح وندخل في هذا التحدي. يلا يلا يلا، هيها طلعت الكبسة. وابا يلا يا سلام، شوف هاي هي الخريطة اللي احنا رح نتسابق فيها. يا سلام، وفي كمان مدن اسطورية صديقاتي التانيات، اللي هي يعني مثل مثل يعني سوس الراقص الشريرة وسوس الشريرة، كلياتهم راحوا على مدن اخرى وهيهم جلسات بيلعبوا. يلا 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 خلينا نستمتع. يلا يلا، هاي كمان مومي لونج ليجز، احنا رح نستمتع كتير كتير في هذول الالعاب. انا سوسي ومومي وكمان جراني رح نضلنا نلعب مع بعض، والان مومو كمان بدنا ننادي مومو عشان نلعب معها. وي شوفوا شوفوا هذا الصاروخ، خدي هاي. آي يلا هون في لك بلاك، رح نستمتع كتير كتير. انا هي سوس البطلة. وي يلا خلينا نلعب، خليني بدي احط انا هاي القنبلة في هذا المكان. خليني اخذ اللك بلوك بسرعة بسرعة، بجي انا من اليمين وبنطلق، بجي من اليسار. وي والله كتير كتير اشي حلو، خدوا هذا الصاروخ، رح افوز انا المركز الاول. يا ويلي ليش هاي مركز اول؟ ليش؟ ما بعرف ما بعرف. يلا كمان خدوا هاي كمان قنبلة، خليني اطلع من هذا المكان. ولا انا كتير كتير فرحانة على هذول التحديات، خلينا اخذ هاي. او يا سلام ولا كتير كتير، او بوست يا سلام. وهي خط النهاية موجود هون، انا هي الاولى. وي يا سلام يا سلام، احنا كمان فرحانات كتير كتير. انا مرت بوبي المبتسم، وانا مرت هيرا براين الشريرة، وانا هي مومو الشريرة. يلا يلا خلينا احنا الان بدنا نكيف، احنا الان في مدينة ديزني لاند، عندي انا شغلات اسطورية. اطلعوا عندي انا هذا الدبدوب، عندي انا هذا البالون، عندي اشياء كتير كتير حلوة. يلا يلا خلينا احنا الان بدنا نتقدم وبدنا نشوف شو فيه قدامنا. صحيح اكيد اكيد. يلا يلا خلينا نشوف قصر ديزني لاند. يا سلام والله هذا القصر رائع كتير كتير. لا 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 لا، والله انا فرحانة لاني اجيت على ديزني لاند. يلا خلينا نروح، هيا بينا.
انظروا، قبل قليل راحوا الفتيات الشريرات عشان يستمتعوا بالألعاب اللي أنا جهزت لهم إياها. وبعدين مثل ما انت شايفين الآن شو نهاية رئيسة الفتيات الشريرات. يا ويلي ليش هيك؟ حرام عليك حرام. هاي سوسي انت شو سويتي؟ انا اسفة كتير كتير، ما كنت متوقعة اني توصل الامور لهذا الاشياء، يعني انا اسفة كتير كتير يا احمد. سوسي انت سويتي اشي خاطئ وكبير كثير كثير. نعم يا ماما والله كلام بابا صحيح. نعم انا بعرف، والله انا عرفت بعد فوات الاوان يا احمد. سوسي انت راح تنحبسي في هذا المكان لمدة يوم كامل عشان تعرفي انه انت ارتكبتي خطأ كبير، وعشان تتعلمي مرة ثانية ما تسوي هاي الشغلات. يا بابا خلص يعني قلل المدة. لا يا زعرورة، قرارات احمد مستحيل انها يعني كل القرارات رح تتنفذ. والله يا بابا كلامك صحيح، ماما سوت اشياء مش كويس كتير. طيب شو صار بالشريرات اللي كانوا يعني يستمتعوا في عند الألعاب؟ الآن رح أفرجيكو أنا شو صار بالشريرات. وترارارا طلعونا يا ويلي طلعونا. مسكتهم أول ما طلعوا من هذيك مدينة الألعاب، جبتهم على هذا المكان. نعم يا بابا والله كتير كتير إشي أسطوري. ومثل ما انت شايفين، خلينا أروح أتأكد من سوسي. إيش يا سوسي؟ خلص أنا رضيت يا أحمد، وأنا الآن رح أضني في هذا السجن عشان أتعلم مرة تانية ما أسوي هاي الحركات. ويا متابعين، أنا حكيت في هذا الفيديو إنه الفتيات مش قويات مثل هيك، أنا حكيت يعني كجسم كعضلات فقط لا غير، في فتيات أفضل من الرجال بمليون مرة. بالتأكيد انتو رائعات وأنا بحبكم. إيش؟ إيه مع السلامة. ولك يا مشاكس يا صغير.